السلام عليكم ومرحبا بكم معي متابعي الكرام في حلقة جديدة ومراجعة جديدة. جهاز اليوم هو عبارة عن جرافيك تابلت أو لوحة للرسم أرسلت هذه شركة بانغود. إذا لنبدأ أولا بفتح العلبة وبعد ذلك نتعرف على مواصفاتها وطريقة الاستعمال. إذا على بركة الله نفتح أولا هذه الأكياس البلاستيكية. يبدو أن الأكياس مزدوجة هنا، إذا على العموم سأفتحها. إذا هذه علبة المنتوج، لاحظوا دعونا نفتح العلبة ونتعرف على مكوناتها. إذا أولا هذه الطابلت سأستخرجها من هذه البلاستيكة. إذن هذه التابلت، إذن سنرى أول ما يأتي مع العلبة، بعد ذلك سأتعرف على بقية المكونات. إذن أولا هذه ليست سي دي، هذه فقط الموقع الذي نقوم بتحميل الدرايفر الخاص بالتابلت منه. إذا لدينا كابل يو اس بي تايب سي، ولدينا القلم الخاص بها، وهذا القلم. إذا به زرين، واحد اثنان، الزرين يخصصان، ولدينا حامية لهذا القلم. الجميل في هذا القلم أنه باتري فري، يعني أنه لا يحتاج إلى بطارية. إذا سأرى ما الذي يوجد كذلك مع، دعنا نفتح ونستخرج. إذا كويك ستارت جايد، كتيب التعليمات. ماذا لدينا أيضا؟ لدينا مجموعة من الرؤوس الخاصة بهذا القلم زائد وسيلة انتزاع الرؤوس. أظن أن هذا كل شيء في هذا، نعم كان هذا كل شيء. إذا هذه الطابلت كما تلاحظونها. إذا أولا سننتزع هذا الغشاء، واو very satisfying، رائع. إذا كما قلت سابقا فهذه الطابلت أرسلت لي من شركة بانغود، والماركة هي فيك، فيك A 50، فيك A 50. إذا لاحظوا، أولا سنتعرف على مواصفات هذه الطابلت، بعد ذلك سننتقل للحاسوب وأريكم كيف تستعملونها. إذا أولا هذه الطابلت سأقربها قليلا. إذا أولا فهذه الطابلت تأتي بثمانية أزرار قابلة للتخصيص والبرمجة، وتأتي بتاتش باد، قد التاتش باد الخاص بها يتوفر على زر للإقفال. سأحاول تقريبه لتروا، لاحظوا لدينا زر هنا لإقفال التاتش باد أو لتشغيلها. كذلك لدينا مدخل يو اس بي تايب سي لأجل تركيبها مع الحاسوب. سأفتح أولا الكيبل،
إذا كنت تعمل باليد اليمنى فأنت تقوم بشبك USB Type-C بهذه الطريقة وتبدأ العمل مع الحاسوب والرسم. إذا كنت تعمل باليد اليسرى فأنت تمسكه هكذا ونفس الشيء تقوم به وتبدأ العمل على التابلت. تحاول أنا أعمل باليد اليمنى إذا سأتركها. إذا قلت هذه التاتش باد وهذه الأزرار تقوم ببرمجتها مثلا كنترول سي كنترول في زوم أوت زوم إن على حسب البرامج التي تعمل بها كالفوتوشوب والإليستريتور إلى آخره. ما هي أهم مواصفات هذه التابلت؟ التابلت تأتي بعشرة في ستة إنش، إذن عشرة إنش في ستة فهي كبيرة جدا. تأتي ب 8192 مستوى من الحساسية للضغط. كذلك فهي تأتي ب 358 ملم وهنا 200 ملم وبالنسبة للسمك فهو 9 ملم. وزن هذه اللوحة هو 536 غرام 536 غرام. بالنسبة للقلم فهو خفيف جدا وقلنا يأتي بزرين والزرين قابلين للبرمجة. شيء آخر كذلك USB Type-C طوله تقريبا 150 سنتيمتر. هذه التابلت تعمل مع نظام الماك وكذلك الويندوز. بالنسبة لخامات التصنيع أو جودة التصنيع فهي تبدو عالية، البلاستيك يبدو قوي فقط من ملمسه وهي كبيرة جدا. لاحظوا هذه النقاط هنا، توجد نقطة هنا وهنا فهي تعطيك حدود العمل. إذا أولا قبل شبك التابلت مع الحاسوب ستدخلون على الموقع التالي www.vec.com وتقومون بتحميل النسخة الخاصة بالويندوز من الدرايفر، بعد ذلك تشبكونها مع الحاسوب. إذا ابقوا معي. إذا بمجرد شبك هذه اللوحة مع الحاسوب نقوم بالذهاب إلى الموقع www.vec.com. ندخل على الموقع vec.com ثم نذهب إلى القائمة داونلود. نجد هنا درايفر فور ماك ودرايفر فور ويندوز ونختار درايفر في نختار على حسب السيستم أو النظام الموجود لدينا. أنا لدي ويندوز سأضغط على داونلود. بعد الضغط على داونلود سيبدأ التحميل مباشرة. أنا كنت قد حملته من قبل. بعد التحميل ستجدون هذا الملف موجود هنا، قم بتثبيته في حاسوبك ثم تابع معي. بعد تثبيته سيثبت، هذا هو البرنامج قد تثبت. إذا سندخل إلى البرنامج، لاحظوا لدي هنا A50. إذا سنبدأ بزرين خاصين بالقلم. لدينا زرين خاصين بالقلم، هذين الزرين يمكن تخصيصهما. فالزر الأول هنا فهو ينتقل بين البين والإريزر، بين القلم والممسحة، والزر الثاني في الرايت كليك هكذا. مثلا على سبيل المثال سأخذ، لاحظوا الزر الثاني رايت كليك والزر الأول إريز بين. إذا ينتقل بين الأول ينتقل بين البين والإريز والثاني رايت كليك، ولكن يمكن تخصيصهما وذلك كما يلي. كيف ذلك؟ نضغط على الزر هنا وتختار أي شيء تريده من هنا. هل تريد زر ملاحة مفاتيح؟ هل تريد شيء أن يفتح التطبيق إلى آخره؟ كذلك بالنسبة للزر الآخر، هل تريد كليك أو زر معين أو الرجوع إلى آخره؟ وهكذا. وإذا أردت أن لا يعمل كذلك يمكن أن لا يعمل. إذا هنا كذلك سنضغط على الزر الآخر مابين. هل تريد العمل بهذه التابلت كبين أم كماوس؟ مثلا إذا رجعت إلى هنا لاحظوا فهي تعمل كماوس. لاحظوا تعمل دارت كليك هكذا.
شيء آخر، سكرين مابين، هل تريد أن تأخذ السكرين كلها، الشاشة كلها، أم تريد بعضها فقط؟ هناك كذلك تحدد الأريا التي تعمل فيها أو المنطقة التي تعمل فيها. إذا كنت تعمل بيد اليمنى تضغط هذا الزر هنا، إذا كنت تعمل بيد اليسرى تعمل هذا الزر كما شرحت لكم في البداية، وتقلب هذه الطابلت. سأذهب إلى الزر الآخر هي فانكشن. بالنسبة لهذه الأزرار 1 2 3 4 5 6 7 8 مرقمة ك1 ك2 ك3 ك4 إذا ك8. إذا أردت تخصيصهم فتخصصهم من هنا، مثلا الزر الأول ماذا تريد أن يفعل؟ هل تريد كيبورد أندو ريدو إلى آخره، الزر الثاني، الزر الثالث إلى الزر الأخير. أنا سأتركها كما هي. ماذا لدينا كذلك؟ لدينا هنا زر تاتش سندخل إليه. في هذا الزر تاتش هي الخاصة بالكيباد أو التاتش باد. التاتش باد يمكن إقفالها من هنا ويمكن تخصيصه. مثلا سأقوم بعمل هنا نافيجيت زوم، نعم سأترك هنا زوم أوت زوم إن إلى آخره. لاحظوا عندما نعمل هكذا زوم أوت زوم إن. المهم يمكن تخصيص جميع، وكذلك يمكن تخصيصه على حسب البرنامج. مثلا نختار برنامج فوتوشوب ونقوم بتخصيص هذه الكايباد، ونختار برنامج إليستراتور ونخصصها، برنامج آخر ونخصصه على حسب البرنامج وهكذا. إذا ابقوا معنا ودعونا نجرب هذه الكايباد في برامج معينة. إذا لنقوم بتجربة هذه التابلت على برنامج فوتوشوب، إذا نفتح ملف جديد في الفوتوشوب نيو، ثم نختار البرش والفرشاة، ثم نختار السايز المناسب إلى آخره، ثم بعد ذلك نأخذ القلم الخاص بنا. تلاحظوا سأبدأ بالرسم، عندما أضغط بقوة، عندما أضغط لاحظوا عندما أضغط بقوة فالخط يكون كبير، وعندما أضغط قليلا الخط يكون صغيرا جدا. لاحظوا معي كيف يظهر الخطوط إلى آخره. مثلا كذلك يمكنك اختيار هذه النقطة هنا لكي تظهر. المهم كذلك يمكنك استعمال التاتش باد لعمل زوم، فقد خصصتها. لاحظوا زوم اوت زوم اوت. يمكنك تخصيص هذه الازرار كلها، مثلا كنترول سي كنترول في الى اخره. الادوات التي تستعمل كثيرا او الاختصارات التي تستعمل كثيرا تخصصها لكي تكون قريبة منك. سنقوم بزيادة حجم الخط قليلا. نلاحظ الحساسية عندما أضغط بقوة. عندما أضغط بقوة يضغط. إذا كان هذا كل شيء في هذا الفيديو. ستجدون رابط الشراء في أسفل الفيديو في الوصف بالضبط، وستجدونه مرفق مع تخفيض، استفيدوا من ذلك التخفيض وادخلوا إلى الموقع لتروا الثمن، فهي ليست غالية جدا. كذلك ادعمونا بزر لايك إذا أعجبك الفيديو وقم بالمشاركة في القناة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة خاتمة إن شاء الله. السلام عليكم.